كان بعد سنه فرح حصلت علاقه صداقه كده يعني تعرف الاستاذ محمود طبعا، فحصلت صداقه كده بس هي صداقه في الاطار بتاع التلميذ والاستاذ يعني. فكان لما بيكتب سيناريو جديد بيدوني عشان اقراه وياخد رايي. طبعا ده كان بالنسبه لي يعني كانت حاجه كبيره جدا يعني. وانا الحقيقه قريت ارض الخوف، انا فهمت ان السيناريو ده هيقعد هيخلد في التاريخ يعني السينمائي العربي او العالمي حتى. فترددت كتير جدا بس انا قلت له يعني طلبت منه ان انا اقع الشريط ده حتى لو بعمل شغل يعني حتى لو هخش اقدم مشروع شخصيه واقعد بس اقع الشريط ده يمكن انا وقعت في غرام السيناريو. فهو قال لي طيب يعني شوف انت الدور ده. طبعا هو فاهم لما يقول لي كده انا فاهم انا ممكن اعمل ايه. فقلت له في شخصيه بيعمل مشهد واحد اللي هو صبي هدى. فقال لي ودي كانت المره الوحيده اللي انا اخذت فيها ما اقدرش اقول ان انا كان عندي الرفاهيه دي بس ما كانش عندي الرؤيه انه انت كل اللي انت بتعمله بس لما بيجي لك مهم في عمل الدور مثلا انت بتغرق فيه يعني انت ما بتفكرش في اي حاجه اكتر من حدود ان الدور ده يبقى انت وهو واحد بس. ما كنتش بفكر في اي حاجه تانية في المرحله دي يعني. طبعا فضلت الحكايه دي بس ما كانش في اي حاجه تانية يعني انا ما بفكرش خالص غير في الشخصيه دي وان ازاي انا والشخص ده واحد يعني. انا اكتر مشهد اتخضيت منه مثلا المشهد اللي هم بيروحوا المركز الخيري الاسلامي ده عشان يتفرجوا على الشريط. والمشهد الثاني برضه اللي كان بالنسبه لي مرعب كان مشهد الكنيسه. لان انا ما كنتش عارف يعني ما كنتش عارف رد الفعل ممكن يكون ايه على ممكن يكون في تغير كبير من حافظ يشوف السينما بره جالس بره حدود القاعه. فانا كنت متخوف جدا من المشهدين.